وضع في البيت سيء جدا، ما فيش يعني حياة كريمة اللي احنا عايشينها. بعاني معاناة كبيرة في هذا المنزل، لا يوجد فيه كهرباء ولا يوجد له سقف. تم تجهيزه بكافة المستلزمات، نسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتهم، وبارك الله فيهم وجزاهم الله كل خير. ما كنتش أتوقع أن تجيني، يعني أنا كنت ولادي في كوباية واحدة بلاستيك أشربهم. حيل شكلة، الحمد لله يا رب، أنا ما توقعت. مش متوقعة إن يكون إلي تخت. شكرا لكم كتير كتير. يو يا مدري من الله ولا حلم في نومي. مؤسسة الخير، عطاء من القلب إلى القلب.